فهاي الارياس كلها راح ممكن تكو تسوي انترفيرنس مع البارتس مال الدنشر فا a path of placement may be selected that encounters interference only if the interference can be eliminated فلازم انه ال placement لازم يكون selected انه نختاره بحيث ما يتعارض لكن ممكن انه أني اسوي elimination لهاي البارتس او هاي الاريز اللي تسبب لي interference مثلا during mouth preparations اثناء ما اسوي preparation اقدر اسوي elimination ايضا on the master cast by a reasonable amount of block out اسوي مثلا block out على الماستر كاست your interference may be eliminated during mouth preparation by مثلا السيرجيري اذا مثلا عندي بوني ستراكشر صاير اكسسيف اماونت من البوني هناك مثلا ال, uh, ال يسموها اتوقع اللينجوال تورس او التورس بلاتينوس ممكن انا اسوي لهم سيرجيكال كوركشن واشيلهم او مثلا اسوي اكستراكشن لتوث دي يسوي لي انترفيرنس او موديفيكيشن اوف انترفيرنج توث سيرفيسز اسوي لهم تعديل للاسطح الاسنان اللي تسوي لي انترفيرنج اور التريشن اوف توث كونتورز وذ ريستوريشنز او مثلا مثل ما قلنا انه ممكن نغير شكل السن عن طريق الكراونز انه اسوي كراون للسن فكل هاي الاشياء ممكن اني اقدر اسوي بيها أه موديفيكيشن واعدل عليها بحيث انه ما تسوي لي انترفيرنس مع الاذر أه بارتس اوف ذا دنشر او ما تسوي لها انت تعارض يعني ما تتعارض وياها if the interference cannot be eliminated or minimized بهالحالة اللي إنه ما أقدر أسوي uh, elimination أو minimize لهاي الأشياء ذكرناها تسوي لي interference مع الدنشر then a different path of insertion must be considered لذلك أنا لازم أسوي path of insertion للدنشر يختلف عن ال path of insertion هذا لأنه ما قدرت أسوي elimination و minimize للأشياء اللي تسوي interference زين even if less desirable guiding plan and retentive areas must be selected. حتى إذا أني less desirable guiding plan and retentive areas must be selected. نجي للأستاتيك. The path of insertion should be selected to provide most aesthetic placement of artificial teeth and least amount of visible metal on the abutment teeth. لازم أنا أختار الباث أوف انسيرشن مالتي بحيث يكون أكثر يعني من ناحية التجميل desirable أكثر useful أكثر من ناحية التجميل فموست أستيك بليسمنت أوف أرتيفيشيال تيث من ناحية الأرتيفيشيال تيث وأيضا ليست أماونت أوف فيزيبل ميتال وبنفس الوقت لازم ما أخلي أقل ظهور للميتال اللي هي جزء من أجزاء الدنشر تكون فيزيبل واللي تكون ميتال فلازم أنا أقلل مش قد ما اقدر من انه ما يبين عندي الميتال بارتس اوف ذا دنشر على الابوتمنت تيث زين ريتنتف ارياز ماست بي selected تو اوبتمايز ريتنشن purposes وذ aesthetic ريكويرمنت فيقول لك انا آه لما اختار ال هاي الجايدنج بلانز او هاي الباث اوف انسيرشنز لازم تنطيني شغلتين الاول انه تنطيني استاتيك وبنفس الوقت، Retentive purposes، فها تعتبر كلها ضمن Requirements لمن أسيل Path of insertions. زين. The metal component must be uh, concealed, concealed. أتوقع إيش اللفظ Concealed or concealed. المهم، uh, فيقول لك إنه The metal component من الدجرة إحنا مو قلنا لأغراض الأسدية لازم أني أخفيها، فيقول لك إنه لازم أو يجب أنه تخفى يعني less metal will be displayed. most aesthetic location of a Clasp وبالتالي راح انطي اكثر most uh, aesthetic location للكلاس ماتي if the retentive clasp is placed at a more distal gingival area of tooth surface made possible either by changing the path of placement selected or by the contour of the restoration فيقول لك اني اذا retentive clasp خليته في المكان اللي هو دستوجنجيفال اريا او من السن من سطح السن دستوجنجيفال يعني باتجاه ديستالي وقريب على الجنجبه طبعا لاغراض الاستتيك وانه اسوي كونكليد اور كونسليد اتوقع كونكليد لفظها احسن كونكليد للميتال كومبوننت من الدنشر فميد ميد بوسيبل ايذر باي تشينجينغ باث اوف بليسمنت يعني يا اما اغير الباث اوف بليسمنت يعني اقدر اني اسوي هذا المكان اللي هو يخفي لي الميتال كومبوننت من الدنشر يا اما عن طريق انه اغير الباث اوف بليسمنت selected او باي كونتور اوف ذا ريستوريشن او حسب الكونتور مال الريستوريشنز اللي موجوده عندي ضمن الأبوتمنت تيث زين استاتيكس اولسو مي ديكتيت ذا تشويس اوف باث selected يعني انا نسبه لاغراض لغرض الأستاتيك لغرض, لغرض التجميل ممكن اني انه انجبر اختار باث اوف انسرشن لأنه لازم أوفر إستيك للأسنان مال patient أو للبروستيس مال patient فيقول لك choice of path selected when missing anterior teeth خاصة بالانterior teeth فراح راح أكون أنا الdictate بالchoice choice مالتي مال ال path of insertion زين must uh, be properly positioned in the uh, partial denture in such situations so that neither the artificial teeth nor adjacent natural teeth will be have

لأن دركات أريز ما أقدر أنه أسوي لها كرييشن أو أخلقها أو أنتجها بتميل الكاست اللي موجود ضمن السيرفاير جهاز السيرفاير ثانياً all casts are originally surveyed with a closure plan as parallel to the base of the surveyor إنه يقول لك الإكزورال بلان أكثر الكاستات أو أكثر الدنتال أرتس لما أسوي سيرفينج باستخدام جهاز السيرفاير فالكلوزر بلان مالته لازم يكون موازي للقاعده مال السيرفير مال جهاز السيرفير This is what we call zero tilt يعني انا ما ميل الكاست يعني هو دا يكون في توازي مع البيس مال جهاز السيرفير فعندي زيرو تلت زين in which the retentive undercut undercut must be present on the abutment teeth وبالتالي لازم الاندركات اكثرها تكون م... يجب ان تكون موجوده على الابوتمنت تيث بهاي الزيرو تلت بهاي الزاويه مال التلتينج. Most patients will uh, tend to sit the partial denture under force of occlusion يقول لك اكثر البيشنت هي يميلون انه يحطون Partial denture مالتهم تحت القوه مال الاوكلوجن تحت القوه مال الاطباق والماسيكيشن والمضغ if the path of insertion is other than vertical to the occlusal plane اذا كان الباث مال insertion في uh, مسار غير انه يكون عمودي vertical مع ال occlusal plan such as setting may deform the clasp بالتالي هذا ال path of insertion او هاي ال position مال الدنشر denture راح تغير لك او تسوي لك deform للكلاس. يعني تخرب الكلاس clasp اللي مسويها أنا وبالتالي راح يقل الريتنشن retention مال البيشنت patient ويبدي يوقع الدنشر denture also dislodging forces are always directed perpendicular to the occlusal plan وايضا هاي dislodging forces اللي هي شلون نقول القوة المعاكسة للريتنشن اللي تسحب لك الدنشر من مكانه راح تكون موجهه بشكل عمودي على الاكلوزور بلان زين ذا ريتنتيف تيب اوف ذا كلاس ماست بي انجيج ذا اندر كات اريا الريتنتيف تيب يعني القمه مال الكلاس او نهايه الكلاس اللي هي تمثل الريتنتيف تيب لازم تكون انجيج مع الاندر كات اريا يعني تكون بالاندر كات اريا مال السن اللي هي المنطقه صايره تحت الهايت اوف كونتور اللي هي هنا أنا. اللي جوا هنا عفوا خرب الشكل هو بس يعني المهم التقعر اللي يجي بعد التحدب which are present when the cast is surveyed in certain position رابعا whenever possible that the undesirable undercut and area of interference are removed during mouth preparation by recontouring to, teeth or making necessary restoration whenever possible يعني قد ما تقدر الاندزيرابل اندر كات يعني المنطقة الاندر اللي هي تكون غير مفيدة بالديزاين والكونستركشن مال الدنشر مالتي كلاس بات مالتي ما لازم اسوي لي بريبريشن او ريكونتورنج واشيلها. اور ميكينج making necessary او اسوي كراون لهذا التوث بحيث اقدر اتخلص من هاي الاندزيرابل اندر كات. Anterior posterior tilt انتبهوا لي هنا شوية. لما اسوي anterior tilt فراح ازيد الميزيال اندر كات لكن لما أسوي posterior tilt راح أزيد ال distal undercut such as in free and extension partial denture tilting the cast anteriorly will decrease لما عندي free and extension partial denture فتمييل الكاست cast anteriorly راح يقلل أو يسوي لك elimination للdistal distal undercut هاي حالة الأولى where the path of insertion will be changed وبالتالي path of insertion راح يتغير زين thus getting rid of undesirable undercut locating distally وبالتالي راح اسوي getting rid لل الغير مفيدة اللي هي مو موجودة distally زين therefore tilting the cast tilting of of the cast is to minimize equalize the undesirable undercut وبالتالي راح اقلل من التكافؤ اللي يصير عندي بالاندزايرابل اندر اللي انا يعني ما استفاد من عندها بشيء بالدنشر مالتي. زين اللاترال تلت لما اميل الكاست مالتي لاترالي يعني الى الجوانب. Dealing with retentive اندركات situated بوكالي أند lingually on the posterior teeth. راح اتعامل بهالحاله مع الاندر اللي موجوده بوكالي او lingually بالposterior teeth واشوفها اذا كانت desirable أو undesirable. Or undesirable.

هنا الايديال باث اوف انسيرشن بالدنشرات حاليا ده يتم تحديده عن طريق ديجيتال سيرفينج uh, وانه يتم عن طريق سيتنج سيرفينج أكسز كومبيوتنج يعني عن طريق الكمبيوتر هنا انا بنطيك الصور اللي هي تمثل لك بروسيجر اوف ديجيتال ريموت بارشل دنشر فابريكيتنج وكل صوره لها دلاله مثل انه الاي اللي هو المودلز مودل سكاننج البي الكتريك الكترونيك سيرفينج بدي هنا البي شلون يصير عندك الكترونيك سيرفينج وتحديد مناطق الاندر كت وغيرها لهنا نكون خلصنا